كاميرا الأخبار حصلت على لقاء مع الفنان سامي مغاوري وهو بيتكلم على أهمية تكريم ليوسف شعبان. أنا تم إبلاغي من قبل السيد نقيب المهني التمثيلي الدكتور أشرف زكي إن في تكريم النهاردة للأستاذ يوسف شعبان نقيب المهني التمثيلي السابق والفنان والنجم المصري والعربي الكبير أو القامة الفنية العالية. فأنا جيت النهاردة وفوجئت كمان إن التكريم من قبل سيد محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، ده يعني زاد سعادتي أكتر من الأول. الشعب المصري والشعب الفلسطيني لا ينفصلان، قضيتهم واحدة، هي قضية الشعب الفلسطيني، هي قضية المصريين منذ أن ولدنا، وإحنا على ولائنا وانتمائنا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهم نفس المشاعر بيتبادلوها معنا. تكريم الفنان يوسف شعبان هو تكريم للمصريين جميعا، لأنه هو في البداية وفي النهاية مواطن مصري. تكريم الفنان يوسف شعبان هو تكريم للفن المصري ودوره في القضية العربية، ودور الفنان المصري في التنوير وتثقيف وإسعاد والترفيه عن الشعب العربي كله. أنا ما فيش مكان روحته في العالم العربي كله إلا وكان الفنان المصري بيحتل الصدارة الأولى في كل مكان. فتكريم يوسف شعبان النهاردة وتكريم لينا كلنا خلى يعني إحنا واقفين في منتهى السعادة وحاسين إن قامتنا ارتفعت أوي. يعني هما إخواننا العرب وأشقائنا هما اللي تداركوا الحكاية دي، هما اللي بيعملوها في الحقيقة. يعني أنا أتمنى بهذا التكريم من خلال إن يبقى عندنا عيد فن ويبقى عندنا عيد علم ويبقى عندنا عيد كل حاجة، يعني نكرم الفنانين، نكرم المثقفين، نكرم العلماء، نكرم المدرسين والمعلمين، ونكرم النماذج الإيجابية في المجتمع من خلال الدولة. ده مهم جدا.